بوخريس حجي بالهندا فرصة بوصوفا بوصوفا مربى هدف التعادل للمنتخب الوطني المغربي هدف التعادل للمنتخب الوطني المغربي أمرابط أمرابط يفك اللغز التسجيل ويسجل الهدف الهدف الأول للمنتخب الوطني المغربي أي هدف التعادل أراح الجماهير أراح الجماهير الحاضرة هذا الهدف أراح هذا الجمهور الذي يتابع وأراحنا على الأقل لأن عديد الفرص ضاعت وأمرابط يسجل بدقة وبفعالية وبتركيز لاحظوا لهذا هدف جميل هدف التعادل من نجم الجديد للكرة المغربية اللاعب أمرابط الذي يخطف الرسمية لحد الآن أقولها يخطف الرسمية هذا اللاعب لاعب الدوري التركي نور الدين أمرابط لاعب